مرتبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الحاج طاهر اسماعيل سمرين الكائن في الهاشمي الشمالي عمان. اليوم هو السبت الموافق 3 تموز لعام 2010، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة palestine.com. يجري هذه المقابلة ركان محمود. أسئلة هذه المقابلة عمي أبو أحمد تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف إلى تكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي قريتك قبل النكبة. أما القسم الثاني فيهدف إلى نقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة الأليم وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. نباشر عمي بأسئلة القسم الأول، تسمح لنا نباشر؟ باش تفضل. تعطينا اسمك الكامل يا حجي؟ طاهر اسماعيل محمد سمرين. الله يحييك حجي. حجي مواليد وين وبأي عام؟ 1935 في فلسطين في عين كارم. في عين كارم. نعم. طيب حجي اسم والدك الله يرحمه؟ اسماعيل محمد سمرين. اسماعيل محمد سمرين. سمرين. واسم والدتك يا حجي؟ عائشة علي شلطو. من عين كارم يا حجي برضو؟ نعم عين كارم. طيب حجي من عين كارم. توافق على إجراء هذه المقابلة إن شاء الله بإرادتك وبخاطرك؟ إن الله وفقنا إن شاء الله. إن شاء الله. اسم قريتك عمي عين كارم؟ نعم عين كارم. عندك معلومات لماذا سميت عين كارم يا حجي؟ والله احنا ولدنا وجدنا انها اسمها عين كارم، عرفت انت؟ فهذه معلومات اللي بقدر اعطيك اياها، اما اسم ثاني ما بعرف. طيب حجي يعني ما سمعت اي تفسير لماذا سميت عين كارم لاحقا مثلا بعد ما كبرت؟ لا. طيب حجي عدد سكان القرية عام النكبة تقريبا يا حج؟ والله أنا بعرف إن عدد طلاب المدرسة اللي كنا ندرس فيها يعني في الصف الرابع كان حوالي 420 طالب، بدها تكون البلد يمكن 4000، في 3500 بهالحدود هذا، يعني ما بتتجاوزش أكثر من هيك. طيب حجي كنت شاهد إنه حكومة الانتداب البريطاني تقوم بعمليات إحصاء للسكان ولا ما كنت شاهد هاي المسألة يا حجي؟ والله في الفترة اللي أنا فيها كنت يعني في المدرسة ومعايش في البلد ما حصلش هالأشياء. طيب حجي المخاتير كان يحتفظوا بجرامي للشهادات أو كان يصدروا شهادات ميلاد للأطفال للمواليد؟ كان عندهم يشهد. طيب كان عندهم سجلات بالمواليد بالأموات بكذا؟ لا المخاتير. المخاتير ما كان عندهم هالشغل، بس يشهد إنه ولد فلان الفلاني ويسجلوه في القدس مش عندنا. نعم. يطلع على القدس يأخذ الكوشان من القدس مش من عين كارم. طيب حجي لأي مدينة كانت تتبع عين كارم؟ للقدس. نعم. بعيد عنك القدس يا حجي؟ حوالي 7 كيلو. حوالي 7 كيلو. نعم. بأي اتجاه عنكم حجي القدس؟ يعني بدك تقول قريبة القدس علينا، يعني على بدها تيجي من جهة الشرق. الشرق. طب ليش تتأنيت يعني في الإجابة؟ ما هو بده مشان أنا شفت تتخيلها. كنت يعني وجدت حالي هسع في البلد ومشان أنا أقول لك من جهة الشرق. طيب عظيمة. أنا قريبة عليها. طيب حجي إذا بدك يعني تعطينا صورة عن طبوغرافية القرية، جغرافيتها وتضاريسها، تقدر توصف لنا إياها يا حجي؟ والله بلدنا كانوا يجوا من أنحاء فلسطين مشان يغيروا جوهم ويشموا الهواء
منطقة معتدلة في نهاية الهواء، عرفت انت كيف، ويجي السواح كثير عليها، عرفت انت كيف، جميلة البلد. طيب حجي، هذا عن المناخ، بس قصدي انا بالسؤال، هل هي جاية على جبل، هل هي جاية بوادي، هل جاية في منخفضة؟ هي منخفضة، نعم، بين جبال، عرفت انت كيف، وهي في النص على التلال حوالي البلد، وفي منطقة صغيرة يعني في نص البلد بس مش كبير سهلة، عرفت انت كيف، ولا كلها الأغلبية على تلال منخفضة، عرفت انت كيف. يعني قصدك كيف تلال منخفضة حجي؟ هل يعني انه مثلا البيوت قصدك جاية بالسفع، سفع نعم. الجبال؟ نعم. طيب هل المنطقة وعرة حجي ولا سهلة شوية؟ يعني الجبال الموجودة فيها وعورة، فيها صعوبة ولا؟ لا والله اللي حوالي البلد يعني طبعا سهلة، مش كثير وعرة، في من مناطق لما تتغمق كثير وشوية فيها وعرة، بس الدواب مكان نمشي يطلعوا الناس يروحوا عليها بالدواب يعني، عرفت انت كيف، مش بسيارات، ما فيش مناطق. نعم. طيب حجي المناخ قلت لي جيد، كان ممتاز، منطقة معتدلة ومحترمة يعني، في الشتاء ولما بتثلج بتمشي عادي ولا بتشعر برد ولا شيء. طيب يعني كانت تثلج عندكم حجي؟ نعم. كان يجيكم ثلج؟ كان يجي ينزل بشكل سنوي ولا يعني متقطع؟ والله أيام تيجي سنة وأيام ما تيجيش، لما يكون المطر يعني كويس وال فصل السنة يكون جيد، من أيلول يبلش المطر ينزل، عرفت انت كيف، ويجي ويصير الزيتون عندنا حامل لما يجي على ينزل عليه ثلج، عرفت كيف، ونبسط انه لما يجي ثلج. نعم. طيب حجي التربة شو لونها كان الأراضي؟ والله في تربة حور وفي تربة حمراء غالبية، عرفت انت كيف، فأغلبها احمر. نعم. طب حجي بتتذكر اذا كان في عندكم اوديه حول القريه او تخترق القريه؟ واد لا عين كرم، بس بيمر من كالونيا وبينزل على ساطاب وعلى الكره كلها اللي في جنبنا. شو اسمه هذا الوادي يا حجي؟ والله بكل يعني الواد اللي احنا بمر من جهتنا ويعتبر في عين كارم، عرفت انت كيف؟ اما واد رئيسي هو بنزل من القدس بيجي، عرفت انت كيف؟ من عند تقريبا لفته. نعم. وبظل ماشي على كالونيا وعلى عين كارم وبنزل على ساطاب، صوبه قريبه عليه بس ابعد، هي ساطاب القريبه زي بلدنا عليه. على شط النهر، على شط الواد يعني، عرفت انت كيف؟ بظل نازل على باب الواد وبعدش بنزل على بيت محسيره على البحر الابيض المتوسط، بس احنا الواد اللي احنا نازلين واد عين كارم من كله، عرفت انت كيف؟ طب هذا الوادي جاي حجي من الشرق الى الغرب رايح؟ نعم. من اي جهه من جهات القريه يا حجي هو؟ شمال القريه جاي ولا جنوبها؟ والله على الطرف بيجي يعني. أي طرف من هنا حجي؟ بدك تقول الطرف القبلي ولا الطرف الشمالي؟ تقريبا الطرف القبلي. القبلي. طيب حجي هذا الوادي عميق ولا لا عادي؟ لا عريض هو. عريض. عريض كم يعني تقريبا يا حج عرضه؟ عرضه يمكن والله في 8 متر. وعمقه في الارض تقريبا يا حج؟ عادي ما فيش إلها عمق، في مناطق في إلها عمق يسبحوا فيها شباب ويتاخر فيها المياه يعني ترسب فيها غدران يعني. والباقي كله سهل يعني، بس نظيف، يلقطوا منه الحصى تاعه مشان يسووا في الطابون، عرفت انت كيف؟ نعم نعم. مشان رغف يقولوا له، عرفت انت؟ نعم. فعلى هالاساس هذا ما في مناطق يعني عميقه، العميقه كان يترسب فيها الماء ويسبحوا فيها الشباب اللي على هو منطقته يعني، يعني جهه عين كارم في مناطق
في الواد يسبحوا فيه. هذه كبار عميكم. طيب حجي في الشتاء هذا الجريان الماي في هذا الوادي فقط في الشتاء ولا بس؟ لا في الشتاء بس في المربعانية حتى في أيام ما بتطيح المطر يعني كبس بصير. طيب حجي هذا الوادي عليه جسور ولا؟ لا ما في عليه جسور. طيب كنتوا تتجاوزوه بالشتاء يا حجي؟ لا ما يسترجي يتجاوزه لأنه يسحب الوادي. عرفت انت كيف؟ يعني بيسحب سيارة إذا بتكبك قاطع منه. ما حدا يكرب عليه في فصل الشتاء وهو نازل يربح. نعم. حوالي ارتفاع متر متر ونص. طيب حجي كان ينبت على حواف هذا الوادي أو أطرافه نباتات معينة، أعشاب أشجار؟ والله هو كان ينبت بس طبعا لما ما بيطول هو وهو ساري في المية. مجرد ما راحت المية انتهى ونشف. لو انه دائم بيطلع عليه أعشاب كثيرة. طب حجي إذا بدنا نعرف حدود القرية شو كان حد القرية من الشمال يا حجي؟ طبعا الكرة اللي في جنبنا. نعم. يعني مثل ما يقول الجورة. نعم. من أي جهة الجورة يا حجي؟ هذه الجورة من جهة الغرب. عرفت انت كيف؟ نعم. جهة الغرب الجورة وصاطار من جهة الغرب طبعا. جهة الغرب ولا جهة الجنوب صطاف يا حاج؟ والله هي تقريبا لما تيجي توقف في نص البلد عند الجامع وقبال جهة الغرب صاطار. طيب. عرفت انت كيف؟ فهي بتحدنا. ما في بعد صاطاف إلا بصير لأهل صاطاف الأراضي. نعم. وما في عين كارم. وبعدين شي كالونيا برا بتحدنا. من اي جهه يا حجي؟ من جهه الشمال تقريبا. الشمال ولا الشرق يا حجي؟ الشرق. الشرق يا رب. الشرق كالونيا. نعم. من جهه الشرق. المالحه يا حجي برا شرق. شرق ولا شمال؟ مطلع الشمس. من عند مطلع الشمس بقت تطلع علينا. وورانا المالحة بتكبر في جنبنا يعني من الشمال. تقريبا هيك شيء. طيب صوبة بعيدة عنكم يا حجي؟ صوبة لا هي في جنب ساطاف يعني أبو تطلع من الخارجة. عرفت انت منطقة الخارجة بتروح عليهم يعني مش من شو هذه المنطقة الخارجة؟ هذه أرض لعين كارم وأغلبها كلها زيتون. اليوم صارت مزارع لهم بعد ما احتلوها. الله لا يبارك لهم فيها يا حبيبي. آمين. فيها مزارع لليهود صارت. طيب حجي بدي نسألك، هل كان في هناك مجلس قروي للعين كارم؟ والله صار في الآخر يعني تقريبا في 46 حضروا حالهم وإنه بده يصير بلدية. عرفت انت كيف؟ وكل اشي. وبعدين صار قربت النكبة يعني 47 صار في كلاكل في القدس ومشاكل يعني تقريبا ما صار اهتمام لها الموضوع هذا. عرفت انت كيف؟ صاروا يهتموا على انهم يدافعوا على القرية وعلى البلد. عرفت انت؟ وقربت 48 كان في لجنة من المخاطير. عرفت انت كيف؟ اسووا تصير بلدية عين كارم. طيب مين هي اللجنة يا حجي؟ نعم. مين اشخاص اللجنة؟ تقريبا المخاطير في بداية. مين الاسماء يا حجي؟ محمد عواد. نعم. وعطية. عطية ايش؟ عبد الله سعيد. محمد عطية. والله ما يعني عطية الاختيار هذا المختار تاع الدوار شو اسمه يمكن محمد عطية يا حجي. أبو سالم. أبو سالم للحارية. شو اسمه أبو سالم يا حجي؟ والله ماني متذكر اسمه بالضبط.
خليل سالم يا حجي يرحم والدي. طب حجي شو كان يعني دور هذه اللجنة؟ والله مش يعني أو المجلس القروي يعتبر مش نشيطي مش عن نشاط حجي بس يعني شو كان مهمتهم يعني في على أساس بدهم يأسسوا بلدية وكانت في بدايتها إحنا قرية عرفت اللي وبدهم يضووها ويسحبوا كهرباء من القدس عرفته ويصير رئيس بلدية وأشياء زاده وهذا شيء ما تم عرفت أنت كيف وما صار. حجي كان في عمال نظافة في القرية تابعين للمجلس القروي أو لا 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 ما في ولا أي عامل يا حجي بكت دائما نضيفها يعني شو ما كانش يسووا كمامة زي المدن عرفت أنت كيف ما بتذكرش إن كان في هيك شيء ما في لا زبالة يكبوا ولا أشياء زي هذه وإحنا نطلع إحنا 3 أشهر نطلع برا على نصيف الأرض نعم بعين كارم بعد 6 شهور ما بتلاقي إلا البلد تقريبا نص فارغة ليش؟ يروحوا على العزب يعني تعزبوا عزبوا في الأرض عرفت انت؟ نعم ينعزب في جبيعة في الكف في التعامير عرفت انت كيف؟ نعم يقعدوا 3 أشهر لا آخر شهر 11 ما بتتذكر حج ولا عامل واحد كان نظافة؟ حاول تتذكر مش متذكر لا ماشي متذكر طيب حج حجي بدي أسألك عن المستعمرات القريبة من عين كارم في واحدة اسمها بيت كارم نعم عرفت انت كيف هذه في الشرفة عرفت انت كيف وبعدين شموتزة نعم هذه جنب كالونيا كريم علينا وهاجمونا أخرى هذول نعم مثل من 40 حتى أجوا مسافة مثل أنا ورصيفة نعم أجوا علينا عرفت انت كيف من جهة عين رواس نعم اللهم صل على سيدنا محمد هذول المستعمرتين بس وفقان يا حج بيت فقان نعم هذه قريبة على دير ياسين تقريبا وعليكم مش قريبة يا حجي قريبة بس احنا بعيدين عنها طيب حجي بيت كرم أراضيها من أراضي القرية يا حجي ولا طبعا في داخلة في أراضي عين كارم اللي حجي بدون ذكر أسماء من عين كارم اللي باعهم الأرض ولا السماسرة ولا منحت لهم من البريطانيين والله هذه يمكن أنا ما بصحى إنها وجدناها يعني دخلنا المدرسة وصرنا كبار وهي موجودة هذه ممكن من ما نحتمي إياها الحكومة البريطانية كم يعني حجي تتوقع يكون عمرها يعني المستعمرة لما أنتوا عيتوا على والله يمكن في حوالي 15 سنة هيك شيء 20 سنة طيب كبيرة حجي هذه المستعمرة والله ما كانت يعني كبيرة تفرق البنى تحت عليها شيك حجي لا ما فيها عادي بجنب على طريق خط القدس عين كارم طيب حجي بيوتها من ايش مبنية من حجر وكرميد حجر وكرميد طيب حجي سكان هذه المستعمرة شو أشكالهم كانت عربية ولا شرقية يعني قصدي ولا أجنبية لا ما بيحكوا عربي وشرقيين يا حجي أشكالهم لا والله أظن في منهم يمكن غربيين ما بكيناش نتخلط معه عرفت أنت كيف أما الكاريبيين عليهم في جهة الشرفة وبيت مزميل عرفت أنت كيف كان يمكن وأغلبهم ما كانوا يخالطوهم عرفت أنت كيف ولا يتدخلوا فيهم ما حجي كان واصلهم كهرباء ومي واصلهم كهرباء ومي وشوارع كله تمام وكانت بريطانيا تحافظ عليهم أزود من إحنا وتعطيهم حقوق أزود طيب حجي العلاقة بينك وبينهم بشكل عام كانت علاقة إيجابية ولا علاقة عدائية مع اليهود مع اليهود ولا
ولا عمري تكلمت مع يهودي انا، عرفت انت كيف؟ انا بقصد عمي اهل القريه. هل كانوا عيدائيين؟ لا ما فيش هذيك المخالطه، بعيدين اهل القريه اهل عين كرم عنها، الا كم من ناس مطرفين يعني، عرفت انت كيف؟ نعم. يعني دار الكردي، دار في واحد من دار الحمزه قريبين عليهم، عرفت انت كيف؟ بس مش في كثافة سكانية من العرب من عين كارم قريبين على اليهود، بعيدين، مناطق فيه شاسعة، هذه ما في بيننا وبينهم بيوت يهود أو عرب. طيب حجي، صار بينك وبينهم أي حالة عداء يا حجي؟ طبعا في 48 صار. لا انا بقصد قبل يا حجي. لا طبيعي. لا اعتديتوا عليهم يا حجي؟ لا 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 هم اعتدوا عليكم؟ لا لا ما في. طيب مختارهم تتذكر شو اسمه مختار بيت كيرم؟ لا ورا انا ما بعرف. طيب ايضا مختار موتسه مثلا؟ ولا موتسه، ما كان هذيك العلاقه احنا، ما هو لما بدك تعرف ناس زي هدول بدك تكون علاقتك معهم جيدة وإلك معاملة معهم وأخذ وعطى، بس إحنا غالبية يعني كان يعني يشتبه اللي يتكلم مع اليهود أو يروح ويكون علاقة معه، عرفت انت كيف؟ يعني فيش مئزاز في شغلات يعني، عرفت انت كيف؟ طب حاجة شو كانت أشغالهم وأعمالهم اليهود اللي في موتسا أو في بيت كيرم؟ روحوا طبعا على القدس، ما بتعرف شو بيشتغلوا، عرفت انت كيف؟ جماعه يعني ما فيش مطرفين، كم من الناس يعني يكونوا قريبين على عين كرم، بس اللي لهم هناك علاقه وبيعرفوهم هم بيعرفوا شو شغلهم، عرفت انت؟ بس احنا بعيدين يعني. ما كانوش يشتغلوا بالزراعه وبتربيه الحيوانات في هذه المستعمرات حجي؟ كان في مستعمرات تربي بقر، عرفت كيف؟ هذه في جهة بيت لحم في لا أنا قصدي عن بيت كيرم أو عن لا لا ما في، ما عندهم هاي الأشياء. طيب حجي ما كنتش تروح على سوق محمدة في القدس؟ لا والله أنا ما يعني ما صحيتش القدس، يعني كنت أروح على يعني على القدس القديمة، عرفت أنت كيف؟ نسوق أغراض عشان ما فيش في عين كرم محلات، عرفت أنت كيف تبيع؟ وخاصة أنا أطلع في رمضان يمدوني، كنت عمري حوالي 8 سنوات 10 سنوات، عرفت أنت؟ طب حجي اليهود اللي كانوا في هذه المستعمرات كانوا أفراد ولا كانوا عائلات؟ عائلات. عائلات ما مش أفراد. مش أفراد؟ لا معهم أولاد. طيب حجي بدنا نسألك عن النقل، عن الطرق المعبدة ووسائل النقل اللي كانت يعني مستخدمة في ذاك الوقت في باصات من كارم للقدس وللقرى المجاورة. باصات؟ باصات لا، من القدس وأهل ساطاف والجورة يجوا عين كارم، وفي باص مخصصين للجورة، في خط هذا اسمه مسكري كان يقول عن، عرفت انت كيف؟ فيروح على الجورة. نعم. عرفت كيف؟ والباقي الساطار تيجي علينا، اللهم صل على سيدنا محمد، كمان كلونيا لا، بس ساطار والجوره هذول اللي يجوا عين كرم مشان يطلع على القدس. طيب حجي يعني كان في شركة باصات ولا؟ شركة باصات، وإن احنا فيها، وابن عمي أخرى محمد علي سمرين. محمد علي سمرين؟ اه. ووالدك حجي كان له فيها؟ نعم. اسماعيل سمرين؟ نعم. ومين كمان كان شركاء؟ طه منون. نعم طه منون، وعيسى عليا، وحسين عاطف، هذا من القدس. حسين عاطف صارنا اسبوع ندور على هالاسم يا حاج. ها؟ كل مرة نسأل عن هالاسم ما حداش بيعرفوا هذا الاسم. طيب من أي عائلة حسين عاطف حجي؟ والله من القدس، دار عاطف. طيب حجي بتتذكر شو انواع هذه الباصات؟ فورد وشوفر لي. كم باص تقريبا هنا؟ والله يمكن
احنا متساهمين فيها. دشروا الغالبية في البلد وأطلعوا ثلاثة، والله يمكن يكونوا ثمانية أو. طب يعني كم راكب كان ينسى على الباص يا حجي؟ والله في بدايتها يعني ما يطلع على كارم كثير على القدس، رتندقي والنقل يعني بطيء، بس لما أجت صارت الحرب العالمية الثانية أجوا بالونية عندنا حوالي 5000 قد عدد سكان البلد وأزود يمكن 500 يا حجي؟ ها؟ 500 أني بالونية ولا أكثر؟ والله أكثر يمكن، عرفت؟ وصار حركة. طب هذول كانوا يشتغلوا بالونية يعني؟ لا يطلع القدس، إي ما يشتغلوا في عين كريم. طب هذول ذكور وإناث حجي ولا بس إناث؟ أغلبهم إناث وفيهم ذكور بس مش كثير. شو قصتهم هذول يا حجي؟ هذا طلعوا من الحرب العالمية الثانية، احتلوا بالونيا وشردوا واجوا قسم منهم على فلسطين وجابوا قسم على عين كارم منهم. وين كانوا عايشين حجي هؤلاء؟ في عين كارم استأجروا وقعدوا. طب شو كان دور يعني الجمعيات المسيحية او المسيحيين تجاههم يا حجي؟ كان لهم مدرسة خاصة أخرى لهم هذول البولونيين. مدرسة وكل إشي لهم، البنات تاعتهم وأشياء زي هذه روحوا لهم في الصلاحية هذه كانت. طيب راح نحكي عنهم إن شاء الله أكثر حجي في القسم الثاني من الأسئلة. حجي مين كان يسوق على الباصات اللي على الخط؟ محمد علي سمرين، نعم، طه منون، عبد الله ابو هدهول، محمود السيله، هذول شغيله. نعم نعم شفيريه محمود السيله. عبد الله ابو هدهول ذكرنا، عبد الله ابو هدهول، محمود السيله، ومحمد علي صمرين هذا، وطه منون، وعيسى عليا. وعيسى عليا، نعم، هذا عيسى عليا إلى سهم وسائق، ومحمد علي صمرين إلى أسهم مش سهم، عرفت أنت كيف؟ إحنا وعيسى عليا سهمين، يعني كل واحد إلى سهم، يعني عرفت أنت كيف؟ نعم. بس الأغلبية تقريبا محمد علي صمرين وحسين عاطف، هذول تقريبا لهم عزمين. طيب كان في كنترولية على البساط يا حجي؟ الله اللي قابلته أبو أمين، أمين إسماعيل؟ لا يعني أخوك كان كنترول؟ كان اشتغل في الآخر يعني مشان عشان إلهم سهم، إن سهم شغل وهو بده يشتغل، أبوي توفى ولا هو كان في يدرس، عرفت أنت كيف؟ طيب مين غير أمين إسماعيل يا حمد؟ والله ما بتذكر، يمكن ابنه بجوز علي صمرين اشتغل، ما بعرف، ما اعتقدش انه اشتغل قبل امين واحد واتذكر. طيب حجي كم كانت الاجره تقريبا للقدس؟ كرشي كرشي. طيب عم البساط برضه كان تخدم سطاف و... يعني اللي يجي من سطاف ما فيش مفر الا اللي يركب في البساط عين كرم. طيب الباص اللي رايح للجوره يا حج من نفس هذا البساط؟ نعم، خصصوا باص، هو في محمد علي صمرين، عرفت انت كيف؟ هو اللي بقى تقريبا يروح على الجورة، عرفت انت كيف؟ المساهمين زي عيسى عليا وشي سكلوا اللي بيشتغلوا اجره، لان الارض طريق مش مزفته من الشرفه للجوره، يطلع غبره يتلاقي الباص وراه ايش؟ قاطبه. ما يحبوا، بس لما راحت واحتلوا عين كرم اليهود زفتوه وصاروا مستعمرات في هناك. طب حجي يعني الطريق من القريه للقدس مزفته بشكل جيد؟ نعم، بس من عين كرم لحد ديله دراسه دار كنيس، ابراهيم كنيس، هذه ما كانتش مزفته. يطلع في الباص يظل طج. بس من المقبره للقدس مزفته، من مقبرة عين كارم، عرفت انت كيف؟
وللقدس كانت مزفتة. طيب حجي، شو القرى اللي بمر فيها الباص باتجاه القدس؟ بس والله لفت الشرفة هذه بيت كارم اللي بقول لك عنها، وبمر عن طرف لفتة، وبعدين بصل القدس، ما هي بس تصل الشرفة ما بضلش إشي للقدس، عندك بو داخل أنت القدس. طيب اليهود كانوا يستخدموا الباصات يا حجي؟ عندنا؟ نعم. ما يطلعوا فيها، بينهم شركة إيجد. نعم. يطلع. كان بيصل يوم إيجد للشرفة بروحوا على منطقة اليهود. طيب أنتوا وبعدين سلم سياراتهم. استخدمتوا أيضا حجي أنتوا باصات اليهود؟ يعني أهل عين كارم مثلا كانوا يطلعوا في باصات اليهود؟ لا، وين بعيد البلد عنا تمنى يطلع في باصات اليهود، وبعدين عندنا باصات. ما كان يطلع من البلد ويوقف في وعرصارة، عرفت أنت كيف هذا؟ وعرصارة قريب على منطقة دار محمود إسماعيل، هذول اللي قابلتهم، عرفت أنت كيف؟ وبعدش يطلع على القدس، بس يهود يركبوا فيها ما في، وما كانوا يركبوا، ما بحبوش يركبوا فيها. طيب حجي، كان في سيارات غير الباصات يا حجي؟ تكاسي او تركات؟ والله غير عند يعقوب جعنينة واحد، وواحد من دار رؤوف، بس تاكسيين. يعقوب جعنينة؟ مسيحي هذا؟ مسيحي الى تاكسي. والثاني شو اسمه يا حجي؟ من دار رؤوف، برضو مسيحي حجي؟ بس طيب هذه التكاسي لايش يا حجي كانت تستخدم؟ والله ما كان يمكن يطلع فيها على القدس ويستعملها لمشاوير الى خاصه، ما في هناك كلها فلاحين ما بيستعملوش السيارات، عرفت انت كيف؟ طيب حجي التركات كان موجود؟ والله كان ترك واحد يعني او اثنين، واحد من جماعة محمود عبد إسماعيل، هذاك شو اسمه، اثنين كانوا تركين يمكن في بلدنا، بس مش أكثر، كانوا يودوا ناس اللي يودوا خضرة، يعني يودوا فواكه، يعني تين وعنب وأشياء زي، يطلع مع الفلاحين، عرفت أنت كيف؟ فلاحات تبيع وأشياء زي هذي. ناسي اسمه أنا والله، مش متذكر اسمه، هو من دار السلامة، لا مش من دار السلامة، على رأس لساني هذا من زمان، أبو خير هذا، خليك لورا في واحد عشان شو اسمه، ماني متذكر. طيب حجي، من وين كنتوا تتزودوا في الوقود للباصات وللسيارات؟ الباصات كانت تتزود من القدس، واحنا عين كرم يشتروا بس كاز، ويجي واحد من دار اللهم صل على سيدنا العرب، هو اللي بقى يبيع كاز، عرفت انت كيف، للبلد. وهناك البلد كانت تضوي اللمبات على الكاز. احنا قلنا بدناش ننط عن ال سألنا على البنزين احنا. طيب رحت على الكازي عامل ايش؟ خلص ماشي. طيب حجي، بدي اسألك عن استخدمت البسكليتات الدراجات الهوائية يطلع الكوتش او بشكل عام، يعني كان في بسكليتات في القرية ولا لا؟ لا ما نادر. دراجات نارية يا حجي؟ لا ما أعتقدش، ما شفتش عمري واحد معه من ساقين. طيب حجي، كان في قريب منكم محطة للقطارات؟ قرية؟ محطة قطارات كان في عندك حواليك؟ لا، في بتير، قريبة في بتير. طيب استخدمتوها القطارات حجي؟ لا، بشوف يطلع على بتير، ما هو بيطلع على القدس أبكر له. أقرب. طيب حجي، استخدمت الحيوانات طبعا للنقل والتنقل؟ نعم،
يبعد عنك البغال والحمير بناكل عليها. الجمال عم استخدمتوها؟ أنا بلدنا ما كان يستعمل الجمال، يعني هذه للحمل الثقيل، عرفت انت كيف؟ وكان يحمل عليها أغراضه اللي يعذب فيها، مثل ما يقول كرومة وأشياء زي هذه. بعيد عنك الحمار والبغل والحصان. طيب حجي، أيضا مشيتوا مشي حجي على الأقدام؟ نمشي من قرية لقرية مثلا؟ طبعا كلها مشي، ما في ركوب، لأن كلها وعرة وما في شيء، لا سيارات تيجي ولا شيء. اللي عنده دابة يروح. طب كان في طرق ترابية بينك وبين القرى المجاورة يا حجي؟ طبعا، يعني معلمة واضحة انه هاي طريق؟ واضحة طبعا، على صاطاف وعلى صوبة وعلى عربيات الخيل عم استخدمتوها؟ عربيات الخيل؟ لا، العرباية اللي تكرها الخيل حجي. لا لا لا، ما في شيء. طيب حجي بعد اذنك بدنا ناخذ استراحة ونتابع حديثنا ان شاء الله.